واحنا متواصلين معاكم مشاهدي الكرام من خلال هذا البرنامج. ايضا عندنا اتصال عبر الهاتف مع الدكتور مشعل الابراهيم مدير اداره التفتيش والرقابه في الهيئه العامه للبيئه، وراح يكون الحديث ان شاء الله عن الهيئه العامه للبيئه وجولاتها الميدانيه على المسالخ للتاكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئيه في المسالخ. مساك الله بالخير دكتور مشعل، وحياك الله معنا في هذا البرنامج. مساكم الله بالنور وحياك الله. سلام مبارك. دكتور مشعل، كلمنا عن الفرق او عن الفرق التفتيشيه التابعه للهيئه العامه للبيئه وجولاتها على المسالخ بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك. اي حياك الله وشيل مسي عليكم. طبعا الهيئه العامه للبيئه ممثله فيها اداره التفتيش والرقابه، تكون فيها من موظفينها الحاصلين على وظيفة الدورة الضبطية القضائية بالتفتيش على جميع المسالخ في محافظات دولة الكويت والمسالخ المؤقتة التي تنشئ من بعد موافقة الإخوان في اتحاد الدولة، ويجوزون لنا ليحصلون على الموافقة اللي هي يسمونها مسالخ مؤقتة تنشئ أو تقام في فترة عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. هذه المسالخ يتم فيها أو المسالخ المركزية الموجودة يتم التفتيش عليها لتأكد مدى تطبيقها الاشتراطات الهندسية والبيئية الواردة في قانون حماية البيئة. نعم دكتور مشعل، يعني الحديث الآن عن المسالخ وعملية الأضاحي إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير، وأيضا مشاهدين عساهم من عوادة. هل تتوقع هذا القرار مثل هذه القرارات تسبب زحمة أو عملية إعادة ترتيب وتنظيم؟ طبعا هو التنظيم عند الأخوان في بلدية الكويت والهيئة العامة للقضاء. طبعا الأخوان هم اللي احنا كنا جهة رقابية على هذا الموضوع، فاحنا نتأكد من بعض الاشتراطات المعينة الواردة في لوائح التنفيذية من القانون كنواحي بيئية. التزاحم طبعا هم البلدية الأخوان اعتقد صدروا قرارات بدخول بأعداد معينة إذا كانت المراكز أو المسالخ نسميها المركزية الموجودة. يعني هو الموضوع عملية الترتيب وإعادة الضبط راح تكون مع البلدية، ولكن أنتم شف مثل ما يقول راح يكون عملية جهة رقابية بعد إذن الزميلة. دكتور الرقابة بشكل عام راح تكون رقابة كبيرة على جميع المحافظات من خلالكم، وأيضا متابعة من يقوم في عملية الذبح الخارج المنزل وغيره. بالفعل يعني احنا نقوم نقول تقريبا في المسالخ المركزية إذا تواجدت، طبعا هو متعارف عليه أو جرى العرف بالعادة أن بلدية الكويت يخاطبوننا ويأخذون الموافقة أنهم سيقيمون مثلا في المنطقة الفلانية تخدم المنطقة، بحيث أن المسلخ المركزي مثلا ما يفي بالقرض أو ما يستوعب أعداد الضحايا أو المراجعين اللي يدخلون، فبالتالي نعطيهم الاشتراطات الواجب تتوفر في هذه المسالخ المؤقتة، بالإضافة إلى المسالخ اللي هي المركزية الموجودة اللي هو مثلا موجود في محافظة الأحمدي واللي هو تبع العاصمة الفروانية اللي هو البري والجهرة وحولي وغيرها. نعم. فطبعا 6 أقسام موجودة في الإدارة، كلهم يعني كلهم معنيين في الضبطية القضائية، موظفينها راح يتواجدون إن شاء الله فترة العيد فترة الذبح، ويشرفون على الرغابة في بشكل عام بآلية الذبح، بآلية التخلص من هالنفايات. طبعا تعارف الذبح يكون ينتج منه نفايات أو نسميها بقايا، بقايا دم، بقايا أحشاء الذبيحة، الجلد وغيره، ويجب عليهم أنهم يتخلصون حسب الاشتراطات البيئية الموجودة. نعم دكتور مشعل، شنو هي أبرز أنواع المخالفات اللي ترصدونها بالعادة أو ترصدها بالعادة الفرق التفتيشية التابعة للهيئة بالمسالخ؟ وأيضا هل تعتقدون أو هل تتوقعون أنواع جديدة من المخالفات خصوصا في ظروف اللي احنا قاعدين نمر فيها الحين؟ طبعا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي خلينا نقول نفايات السائلة اللي تنتج من المسالخ اللي هي مات الذبح والقسيل، طبعا تحتوي على بكتيريا عالية ودم وروث وغيره وشحوم، فهذه عندنا مشاكل. فهذا كان عندنا إلزام على جميع المسالخ أنها تركب وحدات معالجة تعالج الويست ووتر، هذا تعالجه فيما يعطيك يعني خلينا نقولها
معالجة تكون معايير الماء هذه بعد التحليل مطابقة لمعايير مثلا الري على سبيل المثال، في عدة معايير، أو معايير الصرف الصحي، أو معايير البحر، أو أي كان إعادة تدوير دكتور، إعادة تدوير. فبالتالي يستقل هالماء في داخل المسلخ مرة ثانية، عنده خيار. الخيار الثاني بعد معالجتها أنه يستخدمها في الري للتشجير، ما يحتاج حفايض عنده، ممكن ينقلها إلى محطة الوفرة كيلو 30 التابعة للهيئة العامة للصناعة، أو أنه يصرفها إذا كانت مطابقة طبعا. فإحنا هذه مشكلتنا دائما، إحنا في جودة الماء اللي قاعد تنصرف وتسبب لنا مشاكل مع الصرف الصحي أو شبكات الأمطار. طبعا هذه محظورة حظر تام أنها يصرف على شبكات الأمطار وكذا. نعم دكتور، إذن هذه المشاكل وهذه يعني المخالفات، أغلب المخالفات اللي تحدث معاكم. طيب الإجراءات القانونية اللي تتخذها إدارة تفتيش ورقاب في الهيئة العامة للبيئة بعد وجود مثل هذه المخالفات؟ طيب إحنا اليوم إذا رصدنا مخالفة، تتخالف مثلا خلينا نقول على سبيل المثال الشخص اللي قاعد يبحث، والجهة المسؤولة تتخالف، بعد المخالفة مضطر هو إنه يعدل الوضع البيئي اللي تسبب فيه في عملية الإصلاح والتعويض البيئي، ويتم مراجعة الهيئة لعملية تقديم أمر الصلح ودفع الغرامات المالية. أمر الصلح بمعنى لا يعني أنه هو تسلطت عليه الغرامات المالية أو أنه يقوم بالتعويض البيئي، نسميه أنه مجبر أنه هو يقوم بالتعويض البيئي ودفع الغرامات المالية. أمر الصلح يتوجب عليه أنه يقوم فيه، لأن لا تحال الموضوع للنيابة العامة. فبالتالي هو مجبر. أيضا بعض المشاكل اللي تلاقيها أنهم يصرفون الدم وغيره على التربة، وهذا ممنوع. إحنا دائما بالمسالخ نحرص أن تكون الأرض مبلطة، ما تشرب الأرض تروح للتربة. صحيح. نعم دكتور مشعل، شنو هو وجه التعاون فيما بينكم وبين هيئة الغذاء والتغذية؟ طبعا التعاون موجود، وللحين لليوم قاعد نتعاون معاهم، مع الاخوان في هيئه الغذاء والتغذيه والاخوان في بلديه الكويت على موضوع المسالخ وغيره. طبعا من الامور في عده امور، سواء كانت على المطاعم وغيره. في حملاتنا التفتيشيه هناك تعاون بيننا وبينهم، يزودوننا في الاماكن اللي يقام فيها الذبح، ويزودوننا، نتكلم بالوقت الحالي على المسالخ، فيزودونا في أماكن الذبح ونزودهم بالاشتراطات والموافقات وما يتم بعد الموافقة. يعني اليوم هم هم عندهم جانب المفروض أنهم يتبعون جانب الرقابي أيضا. إحنا اليوم مو بس خلينا نقول الهيئة العامة للبيئة بس هي الدور الرقابي، أنت عندك دور رقابي أيضا تقوم فيه من ناحية طبعا توفر الاشتراطات الصحية للذبيحة وغيرها وغيرها، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات. الواجب منا هو يطبق الاشتراطات اللي إحنا فرضناها عليهم. نعم دكتور، وصلنا يمكن السؤال من بعض الأخوة الآن، يقول أنتم إن شاء الله عندكم حملات تفتيشية، أنا ودي أعرف الحملات التفتيشية على المناطق وأيضا رصد المسالخ الغير قانونية. ويقول لك واحد يقول أنا بذبح من نفسي في البيت، وهذا هل في إجراء معين عليه؟ لا في البيت يعني دائما تدري البيوت لها حرمتها، وبس يعني نطلب منهم ونسأل منهم أن يلتزمون بالاشتراطات. يعني لا يقطها مثلا في الشارع بغاية الدباية، يعني تجمع في أكياس، تنقط في الحاويات البلدية، تكرم القسيل يكون مرتب، يعني لا تكون عملية مرات تطلع تمشي في الشارع تلاقي الشارع كله ريحة دباية ودم بكل مكان. فيا ريت الالتزام بالاشتراطات هذه، وممكن تطلعون عليها موجودة في اللائحة التنفيذية في سايت الهيئة العامة للبيئة. والجولات التفتيشية متعددة، سواء كانت على المسالخ أو غير المسالخ، سواء كانت على المصانع، سواء كانت على على جون الكويت، على التدخين، قاعد نقوم على رمي المخلفات، مكثفين جهودنا في الوقت الحالي على الحيازات اللي هي تستغل الزراعية في استغلال خاطئ. عندك بعض المسالخ اللي هي الغير قانونية رصدناها كثيرة في الوفاة، وما قصروا الأخوان في وزارة الداخلية شرطة البيئة والبلدية وهيئة القضاء ولجنة الإزالات للأمانة أن نعم.
جميع المسالخ هذه غير قانونية تم إزالتها. الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور مشعل، وفعلا خلال الأيام القادمة راح تكثر هذه المسالخ غير قانونية. لا تنسون طبعا المناطق الأخرى تشبد والعبدلي وغيرها من هذه المناطق. شكرا على تواصلكم معنا في هذا البرنامج، فاصل ونواصل بإذن الله.